بعد كثرة الحديث عن الارتفاع الجنوني لسوق السيارات المستعملة، تناقلت قناة النهار إلى أحد أسواق ولاية قسنطينة، حيث رافقنا أحد المشترين خلال تجوله للتقصي عن حقيقة الأسعار وهل هناك بيع أو شراء، وهكذا كانت النتيجة. هاك شوف لي طيبة خلاص يقول لك 150، هاك شوف ماشية 350. قلت لك اسعار خيالية يا خويا ما نكذبش عليك. 218 218 مازالت بعيدة ولا ماهيش بعيدة؟ ماهيش بعيدة بزاف. ها؟ واش فيها المعاود ولا ما فيهاش؟ فيها راكورة بين زوج بيبانات وراكورة في الأرض. تشوف السوداء ياسر. طوموبيل اللي كانت تدير 150 درك تدير 220. هالزول اللي باه راه يشري. ما يركبش. لا بيع ولا شراء للسيارات المستعملة وأسعار فاقت الحدود ومشترين حائرين أي نوع من السيارات يقتنوها، خصوصا من تعدت أسعارها 500 مليون سنتيم. حتى ولو ظل لدى المشترين بسيط أمل بانخفاضها بعد دخول سيارات الأقل من 3 سنوات. أنا عندي واحد العام ونص ملي بعت طوموبيل ما نكذبش عليك، بعت ب 120 ما قدرتش نشري. الطوموبيل اللي كانت تدير 120 ولا تدير 170 وفيها المعاود كون احتاجت جديده كما نقولوها. نطلب من السلطات لازم يدخلوا لنا السيارات. الناس برك اللي تسوم، كاين اللي يسوم وخوه في الدار يجي عندك يقول لك ساموني، والله ما على بالنا حتى شكون يسامو. على صباح ربي 6:30 يقول لك قد عطاوك، يقول لك عطاوني 50 عطاوني 260، ما فهمتهمش انا وين يسامو، يسامو في بعضهم برك. لا بيع لا شراء، رانا في السوق هنا ما كان والو، شبعت فينا غير الغبره والميزيريه و. ما فهمناش درك حنا وكسا يطلقوا لنا وكسا ما يطلقوا لناش. التجاره حابسه، السوق حابس، لا بيع لا شراء. سياره مستعمله وباسعار خياليه هي حال اسواق السيارات المستعمله في الجزائر، فالى متى يبقى هذا الحال؟ السؤال يبقى مطروح.